إلا قلت لكم دولة ماليزيا فهتقول دولة إسلامية، فهذا صحيح، ولكن ماليزيا فيها أكثر من شعب، بطبيعة الحال مخلطة بالصينيين والهنود ذو جنسية ماليزية. واش في ماليزيا شعوب أخرى من غير الصينيين والهنود؟ شي تيمبل ديالهم ولا شي معبد ديالهم؟ فهاد الشيء اللي غادي نعرفوا اليوم. هنا غادي تشد طريق لقبيلة قديمة بزاف اللي سميتها بوكيتينو. هاد القبيلة بعيدة على العاصمة 49 كيلومتر، وهنا غادي نلقى أكثر من معبد لليابان. وأخيرا الدراري وصلت للبلاصة اللي قصدتها. هي أنا دابا في ميتو جابانيز فيلاج، اسمحوا لي. هيا دابا يلاه وصلت. يعني حتى هي كاينة في واحد الجبل عالي بزاف، حتى هي تقريبا كتجي من كوالالمبور تقريبا حتى هي في شي 50 كيلومتر، باينة 50 كيلومتر ما يحيدهاش لك الطريق. هنا اش كتلقى في هاد البلاصة هادي؟ اش كتلقى فيها؟ كتلقى فيها غير المعابد ديال الجابونيين، يعني كما سمعتوا جابانيز فيلاج. سو هاد البلاصة هادي فيها غير المعابد ديال الجابونيين، وكما كتشوف هاد الدراري الحرارة في هاد البلاصة، كلشي ماشي ماليزيا كاملة ولا هنايا الشرق آسيا فيها الحرارة، ولكن هادشي كيتبدل دغيا. عرفتي شنو هو دغيا؟ ترا كيتبدل الجو والشتا تاني. الشتا ديال بصح، والله الا الشتا ديال بصح غتكون دابا شويه غنصورها لكم. انا متاكد حيت هنا يوميا كتكون الشتا يوميا. المهم حنا غنمشيو دابا نشوفوا البلاصه، شوفوا دوك المعابد كيفاش دايرين. هادشي اللي كيقولوا ما عرفتش انايا، يعني ماشي غير الجابونيين هما اللي كيجيو هنايا، ماشي غير الجابونيين كيجيو، جميع الجنسيات كيجيو هنايا. حنا يعني هاد البلاصه سياحيه، عند سيم تيم سياحيه، كاين العرب، كاينين ناس من الشرق بحال السعوديه بحال الامارات الاردن، يعني جميع الجنسيات كاينين هنا. تفرض هاي ستيل ووركين جود. هاد البلاصه ما باقي ما شافش، يعني قالوا لك كاينين المعابد. كيسميو هاد البلاصه ثاني كيسموها غاردن بارك، يعني قلتي شي جرده ولا مزو ولا بحال شي حاجه بحال هكا. طبيعه الحال كاينين خوتنا لهنا. هاي كاميرا كاسي ها يا هذيك. What is it actually? You don't know how to speak English? I know how to speak. You ask me where I'm from, right? Yes. I'm from Morocco. Oh, Morocco. I'm not like this, right? The football player. Football player, which one? Ashraf Hakimi. Yeah. Are you playing again? Yeah. Are you playing? Playing? Where are you from? I'm from Malaysia, of course. Malaysia? Yes. Oh, good. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. I'm from Morocco. Thank you. Bye. كتشوفوا هاد الناس هادو ضريفين عرفتوا هاد الناس هادو ديال ماليزيا كيحبوا الناس بزاف، كيحبوا الناس ديال الجهد والله العظيم. ولكن مسحت الوالدين هما الهنود، ما كيحملوش بنادم. هادشي اللي كان كتشوفوا دابا هاد الناس هادو، انت هاد الناس هادو علاش كيقلبوا حيت دابا الا سمعتوا كتسمعوا واحد الصوت ديال القروده، ياك كتسمع واحد الصوت ديال القروده. الناس كيقلبوا هنايا، كيقلبوا هنا، كيتمشاو هكا، كيدخلوا الغابات باش يقلبوا على هاد القرد باش يتصوروا معاه ولا باش يصوروه، ولكن ما كتلقى والو، ها كتسمع الصوت ديالو صافي. والله البلاصه بطبيعه الحال تقدر تلقى الحناج، تقدر تلقى اي حاجه هنايا، تخيلتيها في راسك غتلقاها هنا. هاد الناس ديال ماليزيا مسيطر عليهم هاد الكثافه ديال الربيع وهاد الكثافه ديال الاشجار، تبارك الله والله العظيم الا مسيطر عليهم على الدوله ديال بصح. لدرجات ما كتشوفش ولو ما تقدرش تشوف الارض، ما غاديش تشوفو هنا بصفة نهائية. بعدا في كوالالمبور ما تقدرش تشوف الارض بهاد الكثافة ديال الاشجار وهادشي. واه لا، هادشي اللي خاصنا في المغرب هو راه كاين عند هادو. وهنا الدراري كتوصل عند هاد خوتنا هادو. انت اش كاين هنايا؟ اش كيديروا في هاد البلاصة هادي؟ هاد البلاصة كيضربوا لك التصويرة. اش كيقول لك هما؟ كيقول لك باش نحسبوكم شحال من واحد خرج، حيت هنا اصلا هاد البلاصة ما كيخلصوا فيها والو، كيجيو ليها السياح هكاك بلا ما تخلص رينغيت، ما تخلصوش، ما عندهمش مشكل. لكن هاد الناس هادو اش كيديروا؟ كيقولوا لك عايزين نضربوا لك التصويرات باش نحسبوا شحال من واحد دخل لهاد البلاصه، هاد الجرده هادي ولا هاد البلاصه فاش كاينين المعابد. هما اش كيديروا في نفس الوقت؟ فاش كترجع كيعلقوا التصاور تما. دابا غادي نوريكم كيفاش كيعلقوا التصاور تما. فاش كترجع كيشوفوك ديالك، كيهزوا التصويره ديالك، كيقول ها هي التصويره ديالك اللي بغيتي تشريها، وكتشريها غاليه، اكثر من 70 رينغيت، اكثر من 80 رينغيت،
كيستغلوا هذه الفرصه هذه الدين الكلاب فاش كتشوف التصويره داك ناضيه حيت كيضربوا داك الشيء بالميكون ولا بالكانون ولا شنو هي هذيك يعني شي حاجه مصروعه بزاف. اي فوالا الدراري يلاه وصلت اول تيمبل هنايا اول معبد ديال هاد الجابونيين كما قلت لكم راه غير ديال الجابون اللي كاين هنايا ها هو واحد ما عرفتش سميتو سبحان الله العظيم هاد الجابونيين هادو يعني غير فهاد البلاصه هادي كتلقى بزاف ديال لي تيمبلز هنايا وهنا كنلقى واحد اخر عندهم انا تقريبا كتلقى بزاف ديال الجنسيات هنا كتلقى الكوريين كتلقى الجابونيين شناوا وهاد الكوري باش كتعرفهم سبحان الله العظيم اللغه ديالهم مجبده شويه فهمتي اطلاق شويه كتسمع بحالها ايش واو كتسمع ديك اون عرفوا جابوني عرفوا هذاك كوري هذاك ما كان لا زياده لا نقصان. هانتوما كنشوفوا واحد اخر هنايا سبحان الله العظيم سبحان الله ماشي مشكل حتى انا غادي نحضر تما نشوف هاد الناس هادو اش كيديروا هاي جود الناس غير كضحك معاهم صافي كي سبحان الله العظيم شوفوا هاد الناس هادو شنو كيديروا هنا ندير حتى انا بحالي الا شي واحد هنا يا بحال هكا كذا هكا سبحان الله العظيم الدراري كيف ما كتشوفوا هنا كتلقاو هاد الناس هادو كتجي لهاد البلاصه هادي داير بحال شي فيستير فيها عامر بالملابس ديال داك الشيء باش كيعمل ما عرفت انا والله الثقافه ديال دوك الجابونيين كتجي هنا كتكري داك سميتو داك الفستان ولا بيجاما ولا اش غنقولوا ليها المهم المهم هادشي غير ديال البنات ديال العيالات صافي كتصور بها هادشي اللي كاين هنايا وهنا الدراري كنلقاو هنا بوتانيكال كاردين يعني شي تيمبل ديالهم ولا شي معبد ديالهم المهم كاين بالضبط في هاد البلاصه هادي حنا غادي نشوفو كيفاش دار هاد البلان هذا لتحت يعني تقريبا كتلقى غير الجابونيين هما اللي كتلقى بزاف هنايا في هاد البلاصه هادي يعني كيجيو كيزورو هاد الفيلاج كما قلت لكم هذا الفيلاج ديالهم سبحان الله العظيم والله بلاصه وثقافه ديالهم وصافي ما حنا كنريكورديو وصافي كنديرو السباب دابا الا كنتو كتسمعو شي اصوات سمعو ما عرفتش كتسمعو هادشي ولا لا والله الا هاد الصوت ديال القرود هاد الدراري فهاد البلاصه موجودين ديال بصح موجودين بزاف ولكن ما قربش لعباد الله ولكن بعادين شويه فهمتوا هذا هو التيمبل اللي قلت لكم الدراري ما عرفت على ملاح شنو فيه هادو هنا هاد الجابونيين هادو عرفتي ضرب هاد التوني ديال السيتي دابا بحال هكا والله العظيم الناس كيحترموني هنا يا خويا اللي شافني كيقول لك سيتي غوارديولا كتقول لي ها انا هو غوارديولا سير اخويا شوف لك ضرب لك على التيتي زعما صافي هادشي اللي لقينا في هاد البلاصه هادي جيت ليها والله الا تعذبت قريت عليها وجيت والمازوت والحاله والوقت ولقيت جوج معابد كيعبدوهم الناس كيجيو ليهم صافي هادشي اللي كاين ما فهمت حاجه في هاد الناس